الموضوع مهم جدا، كلنا كنا بنتابعه الفتره اللي فاتت، ازمه الامطار في القاهره الجديده. المستشار نبيل صادق النائب العام اصدر قرار بتشكيل لجنه فنيه مختصه من اعضاء هيئه التدريس بكليتي الهندسه والتخطيط العمراني بجامعه القاهره والجهاز المركزي للمحاسبات لاجراء الفحص الفني لمنظومه الصرف بالمناطق المتضرره، وكمان للوقوف على سبب تراكم المياه وانقطاع التيار الكهربائي والفحص المالي للمبالغ المالية التي صرفت على صيانة وتطوير تلك المنظومة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل من لتثبيت أو لمعرفة من تسبب في هذه الواقعة. ده بيأتي استكمالا للتحقيقات اللي بتجريها نيابة الأموال العامة العليا بشأن الواقعة المعروفة زي ما قلنا بأزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة. والجديد في الموضوع كمان انه امبارح طلع يعني بدايه كده التحقيقات وبعض التقارير اشارت انه كان في تقصير وعدم تنسيق، يعني كان طلع تقرير امبارح ما بين وزارات الاسكان ووزاره الكهرباء والجهات المعنيه والمسؤوله، فمهم الراي العام يعرف ايه اللي حصل لانه صحيح. كانت ازمه كبيره جدا وعانينا منها، مهم ومن حقنا راي الناس والراي العام يعرف ايه اللي حصل بالظبط والتقصير ويحاسب من القصر. وفكره ان احنا نسلط الضوء على البنيه التحتيه لاماكن مختلفه مش بس في التجمع الخامس، يعني علشان ما يحصلش كده بعد كده، لانه ممكن متوقع جدا انه يحصل سيول مره ثانيه وما الى ذلك، لكن يعني المفروض انه يكون في محاولات لتتبع فكره البنيه التحتيه لاي منطقه تفاديا لاي مشاكل ممكن تحصل بعد كده.